أهلا بيكم مرة تانية في المعبد المصري، وإزاي المعبد المصري اتطور في العصر اليوناني الروماني، سواء في ناحية الشكل المعماري أو حتى الزخرفة. هنلاقي أول حاجة عندنا كده فيتشرز معينة ظهرت. أول حاجة إن إحنا عندنا الـ redirecting للمعبد. يعني إيه redirecting المعبد؟ حصل إعادة توجيه للأورينتيشن بتاع المعبد، زي ما قلنا إن في العصر الفرعوني كان أكتر إيست ويست، إنما في العصر البطلمي والعصر الروماني أصبح الأورينتيشن بتاع المعبد نورث ساوث، وده ظهر في كتير جدا من المعابد سواء معبد إدفو، دندرة، وفيلا. So the first thing we have is redirecting the temple orientation during the Ptolemaic and Roman times. Instead of having the orientation of the temple east-west, it became north-south, and we have examples of this in Dandara and Edfu temples and also Phila. تاني حاجة عندنا إن أصبح هناك فتحات للإضاءة والتهوية في داخل المعبد. طيب، هل ما كانش فيه فتحات للإضاءة والتهوية في مصر في العصر الفرعوني، في المعابد المصرية في العصر الفرعوني؟ بالتأكيد كان فيه، بس كان برضو الحاجة الإضافة اللي حصلت إن هي أصبحت برضو بتستخدم لإضافة اللي هو اللي بنقول عليه الضوء والظل، بتوع فنون جميلة بقى قسم ديكور يكلمونا على الجزئية دي، أو بمعنى آخر استخدام إزاي الضوء والظل لإضافة شكل جمالي للمعبد، وده ظهر عندنا جدا مثلا في الأوبن كورت بتاع معبد إيزيس في فيلا. أوكي، وتالت حاجة إن إحنا عندنا تو إنكلوجر وولز عادة بيحيطوا المعبد، بدل جدار واحد زي ما شفنا في العصر الفرعوني أصبح هناك جدارين بيحيطوا المعبد أو يعني بيحصنوا المعبد من بره. خلاص، يبقى in addition to redirecting the orientation of the temple from north east from east west to north south, we have also the development which happened in the openings which were used for illumination. احنا عندنا مثلا في الكرنك في الهايبوستايل هول كلاس سيلستري او اليفيشنز اور نمبر اوف اوبننجز اور نمبر اوف ديفرنت شيب ا ريماركبل شيب اوف ويندوز ويز يوزد هير فور اليومينيشن اند فنتيليشن. طبعا ادي صورته مثلا اهي. اوكي، وتطور بقى بعد كده في العصر البطلمي والعصر الروماني. وي هاف هير ذا اوبننجز Here, for example, in the open court of Karnak Temple, in the western colonnade of Isis Temple in Phila, which were used for illumination. بس إحنا مش محتاجين مثلا illumination في open court، ما هو منور. وventilation، طب إحنا برضو المكان open court، طب هو هنا استخدمها ليه؟ For decorative purpose, to add a sense of beauty to the Egyptian temple. وده هنا روعة بقى المعماري في الفترة اليونانية. يعني بعد إحنا we should also mention بدل ما كان برضو كان المكان يا إما بسقف أو من غير سقف، ظهر عندنا في المعابد المصري خلال هذه الفترة أماكن نصها مسقوف ونصها إيه من غير سقف، وده برضو ظهر في الأجزاء الداخلية في معبد إيزيس في جزيرة فيلا. So we have also different parts of the temple which were half open air and half sealed. And this is very remarkable. An example of it is the inner parts of the temple of Isis in Phila. يبقى أول حاجة عندنا حصلت في المعابد المصرية في العصر اليوناني الروماني the redirection of the temple. The openings were used for illumination, ventilation and also to add a sense of beauty and having two enclosure walls instead of one. For example, we have here the enclosure wall, two enclosure walls of Edfu temple. وإحنا عندنا برضو القصة ديت في كومومبو مثلا. السكرين وولز، سكرين وولز ظهرت بقوة وكلمنا عنها المرة اللي فاتت، هي عبارة عن حوائط الستائر a wall connecting two columns together to the half of it and it was usually decorated with different decorative elements and offering scenes, especially offering scenes. هنشوفها هاي مع بعض. For example, this is the screen wall linking the columns together in the temple or the small chapel of Hathor, في مقصورة حتحور الصغيرة، ودي بنلاقيها في جزيرة فيلا. آدي أهية الكولومز وآدي السكرين وولز، شايفينها representing different offering scenes.
من أجمل طبعا أمثلة السكرين وولز الموجودة في دندرة، في البرونا وولز بتاع دندرة. هذه هي السكرين وولز connecting the Hathori columns together, and here the screen walls are depicting the offering scenes, the Roman emperors making offerings to Hathor and Horus and Isis also. وطبعا لقينا برضو القصة دي في معبد إسنا. خلاص يبقى احنا اتكلمنا على السكرين وولز برضو one of the features of the Egyptian temples during the Greek Roman times. عندنا حاجة مهمة برضو ظهرت، ان هي كان في staircase to the roof of the temple. تم استغلال كل مساحة من مساحات المعبد، زي مثلا الستيركيس كان فيه سلالم زي سلالم الصاعد، الموكب الصاعد والهابط في معبد إدفو ومعبد دندرة، برضو كان فيه ستيركيسز يوصل لسطح المعبد. سطح المعبد بنلاقي ايه؟ بنلاقي حاجتين، اول حاجة مقصورة لأوزيرس وفي بعض الأحيان مقصورتين، والشابل ديسك اللي هي المقصورة نقول عليها مقصورة قرص الشمس. دايما كان في المعابد المصري في الفترة دي كان في دايما لازم يكون في مقصورة الأوزيرس، وكانت بتستخدم لاحتفالات أوزوريس أثناء فيضان النيل اللي هي احتفالات شهر كياك. وعشان كده بنقول لازم تبقى شاطر في الديانة وقوي في الديانة عشان تقدر توصف المناظر دي. طيب ده بالنسبة للأوزيرن شابل. شابل أوف ذا ديسك، شابل أوف ذا ديسك هي عبارة عن open court chapel بتبقى من غير سقف، وديت علشان التمثال يتحد مع أشعة الشمس، زي مثلا تمثال حتحور اللي بيتحد مع أشعة الشمس اللي هو أبوها را في معبد دندر. So we have a staircase leading to the roof of the Egyptian temples during the Ptolemaic and Roman times and leading to two main structures. The first one is the Osirian Chapel. And the Osirian Chapel, there was a very important, it was a very important features during that era that we should have a chapel consecrated to the cult of Osiris. The walls of the chapel, of this chapel, is decorated with scenes representing the dismemberment and the resurrection of Osiris and the festivals of the Kiak festival, the festivals of the Nile. And this is the Iba'a. This is the chapel of the disk where the statue of goddess Hathor was Iba'a, was united with the sun rays of God Ra. وأدينكم شايفين هو هوت من غير أي سقف. ادي الشابل اوف ذا ديسك ان دندرا تمبل، اتس سراوندد وذ ذا حتحوري كولومز، وادي السكرين وولز اهي. الكريبتس، الكريبتس هي عبارة عن سراديب للمعابد. السراديب المعابد دي ظهرت على فكرة في بعض المعابد الفرعونية، ولكن استكملت او اصبحت زي كده ميز زي متاهة في المعابد المصرية في العصر النيني الروماني. أكمل أشكال الكريبتس بتبقى موجودة في معبد دندرة، لأن هي مزخرفة وتعتبر من الأمثلة يعني تكاد تكون الوحيدة المتكاملة والمزخرفة. وهي عبارة عن كريبتس سواء في سمة الجدار أو في حجرات تحت الأرض حوالين قدس الأقداس. وده ما بنقول إذا كان قدس الأقداس هو معروف من قبل الباحثين إن هو أقدس أجزاء المعبد، فقد تكون سراديب المعابد المصرية هي أكثر قدسية. لأن الحقيقة وفقا للمناظر بتاعة دندرة ممكن نقول إن هي كان بيقام فيها طقوس في غاية القدسية وفي غاية الأهمية، لا تقل قدسية عن قدس الأقداس نفسه. So we have the crypts and the crypts are subterranean galleries. يعني إيه subterranean galleries؟ يعني عبارة عن حجرات تحت الأرض sometimes within the walls and sometimes in under the ground surrounding usually the sanctuary of the temple. The crypts were found in the Egyptian temples during the Pharaonic period, but they became a maze, a very complicated subterranean system of subterranean galleries in the Egyptian temples during that time, during the Greco-Roman times. We have examples of undecorated crypts such as found in Edfu. عندنا برضو crypts في Edfu. لكن the decorated ones were found in Dandara. خلاص ادي هوت منظر المناظر الكريبتس الموجودة في Dandara. عندنا الجرجويلز وسط ادي الكريبتس تاني، المناظر اهية الأوفرينج بيررز. ادي الجرجويلز وصل درجة اهتمام المصري وحرص المصري القديم على سلامة المبنى في الفترة ديت ان هو عمل ميازيب. الميزاب دوت هو الجزء المعماري اللي بيصرف المية حتى لا تتسرب المياه لأساسات المعبد. So we have gargoyles.
and the gargoyles were a very prominent feature during the Greco-Roman period in the Egyptian temple to prevent infiltration. يعني ايه prevent infiltration؟ علشان تحمي المعبد من التسرب. To prevent the water to infiltrate to the inner parts of the temple to preserve the temple for decades. And the gargoyles are usually depicted or adorned with the shape of the lion. Here we can find two lions facing each other. We can find here Hapi Mihit and Hapi Rizit, the northern and the southern Hapi. They are tying the Simatawi sign. طيب ايه الحاجات التانية اللي ظهرت في المعابد المصري في العصر اليوناني الروماني؟ ماميزي البيرث هاوس. والحقيقة الماميزي هو عبارة عن تأكيدا لفكرة الولادة الإلهية. فكرة الولادة الإلهية ظهرت في المعابد المصرية في العصر اليوناني الروماني، زي مثلا إيه؟ زي طبعا فكرة الولادة الإلهية اللي كانت متصورة في معبد الدير البحري، وبرضو فكرة الولادة الإلهية لأمنحتب الثالث في معبد الأقصر، لكن بدأت تظهر كمبنى مستقل في المعابد المصرية، وأصبح اسمها بير مسخنت، يعني بيت الولادة، لتأكيد فكرة الولادة الإلهية. ربما يرجع ذلك نتيجة إن الملك في هذه الفترة ما كانش من أصل مصري، فكان أصبح أفرد لها المعماري مبنى مستقل لتأكيد على فكرة الملكية. Okay, so the Mamizi, it was called in the ancient Egyptian language as Per Meskhenet, the birth house. Okay, and it's derived from a very ancient concept, is the divine birth. At the divine births, we can find examples of the divine births of Amenhotep III in Luxor Temple and in Dandarat in Deir al-Bahri Temple on the western bank of Thebes. The architect, the ancient Egyptian architect, preferred during that time to make an independent building to confirm the concept of the divine births of the Ptolemies and the Roman emperors because of their foreign nationality. They were not Egyptians. This is the Mamizi of Nektenebu I in Dendera Temple. طبعا دوت برضو the Roman Mamizi in Dendera Temple. You can find here the screen wall شايفينها and different shapes of offering scenes. This is the Mamizi of Phila من أحد أكمل الماميزيز الموجودة. وزي ما قلنا it's driven from a very ancient idea. Here we can find the Queen Ahmes is shown pregnant and she is led by Heqet. Heqet, اللي هي the goddess of pregnancy, the guardian of the pregnant woman, and Khnum. It was found in the middle terrace in the temple of Deir al-Bahari. Here we can find Khnum, who is modeling the ka of Hatshepsut on his potter's wheel, and in front of him we can find Khaqat. She is giving him the sign of life. بتعطي له رمز الحياة ليعطيها للكا بتاعت حتشبسوت. سناتوريوم عبارة عن مصحة، والمصحة أو المكان للاستشفاء أو الحلم الاستشفائي، لأن الاستشفاء في مصر سريعا كده كان بيعتمد على بشكل ميديكال وبرضه بشكل روحاني، إن هو بيبات في المعبد وإن هو بيناجي الآلهة المعينة طلبا للاستشفاء. إحنا عندنا مثلا textual evidence في المعبد بتاع سيتي الأول بتاع أبيدوس يؤكد إن بعض الأجزاء بتاعته كان بينام فيها المرضى طلباً لاستشفاء الآلهة أو الثيرابيوتيك دريم الحلم الاستشفائي، وأصبح هناك مبنى مستقل زي الموجود في معبد دندر. So the sanatorium is a place for healing and we have textual evidence confirming the existence of healing centers or sanatoria or using the therapeutic dream by the patients who settled for example in temple of Seti the first at Abydos. Also برضو عندنا ال third terrace عندنا مقصورة صغيرة كده تم يعني تم وضعها أو بنائها وخصوصا وانتشرت واشتهرت صيتها في الفترة البطلمية والرومانية، وأصبح فيها إمحتب وأمنحتب ابن هابو أحد الآلهة أو الشخصيات المؤلهة اللي امتزجت مع الإله اليوناني أسكليبيوس إله الشفاء، وأصبح الـ patients بيروحوا هناك طلبا للاستشفاء. So we have also another chapel for Ptolemy the eighth erected room, a small room in the upper terrace of the temple of Hatshepsut, and this terrace was used for healing. تعالوا كده نشوف حتى مع بعض اهي. This is a Ptolemaic chamber
and it was dedicated to the Delphine sages, الآلهة الشخصيات المؤلهة, which were known for their healing reputation, إن هما كانوا بيقدروا يشفوا المرضى, اللي هو Imhotep and Amenhotep son of Hep. عادي هي الجرافيتي, عندنا جريك جرافيتي كثيرة جدا على الحيطة, تمام. وادي السناتوريوم, ده لسه سناتوريوم بقى بتاع دندرة, ادي معبد دندرة اهو, وجنبه المصحة اللي كانت بتستخدم, عبارة عن حجرات كده جنب بعض. This is the sanatorium of the temple of Dandara. Finally the wa'ib room, wa'ib معناها to purify. Purify معناها ان انا بعمل عملية purification, تطهير لتمثال الاله, استعدادا بعد كده انه يطلع على سطح المعبد ويتحد مع قرص الشمس. So wa'ib means purify. There was an independent room called wa'ib room in the Egyptian temples during the Greco-Roman times, and this is an example of the wa'ib room in Dandara temple. أخيرا لازم نقول إن الهيروغليفيك ساينس and inscriptions في المعابد المصرية في العصر اليوناني الروماني تطورت بشكل كبير جدا جدا, من أعقد الأشكال النصوص المصرية القديمة مثلا, وكانت innovative جدا في تفكيرها. مثلا النصوص بتاعت معبد إسنا, الديكوريشن بتاع الإيجيبشن تمبلز كان في منتهى التفصيل, واتكلمنا على النقطة ديت ان هو كان تفصيلي بأكثر بكتير من المناظر اللي موجودة مثلا في المعابد المصرية في العصر الفرعوني. So the Egyptian temples during that time also are remarked with the hieroglyphic signs and inscriptions which were duplicated, increased in their number. For example, we have the cryptography or the hieroglyphic signs which were are found in Esna temple, and also the decoration of the Egyptian temples is elaborate in their decoration. كانت بتتميز بالزخرفة والفخامة. دائما the decoration of the Egyptian temples during the Greco-Roman period, the inner parts are offering and religious scenes, and outer parts showing the king protecting Egypt. يعني اللي جوه أجزاء الداخلية, المناظر اللي جوه بتمثل offering وreligious scenes, والأجزاء الخارجية بتصور الملك وهو بيحمي مصر. دي كانت أفضل أو أهم الفيتشرز أو العناصر المعمارية اللي تميزت بيها أو أضيفت للمعبد المصري في الفترة اليونانية والرومانية.